أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل آه خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على صعيد حماية حقوق الإنسان ومكافحه الاتجار بالاشخاص يعكس الايمان بترسيخ العداله والمساواه كقيم اخلاقيه تعكس حرص المملكه بوصفها شريكا دوليا فاعلا لمواجهه التحديات الانسانيه واوضح معالي بان البحرين تمكنت وعلى مدى السنوات الماضيه من ادماج مختلف القيم الانسانيه في تشريعاتها وانظمتها وسياساتها وخططها الوطنيه على نحو يعكس نهجها القائم على احترام حقوق الانسان والذي يعد مرتكزا رئيسيا لمنظومتها الشاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تقوم على أسس الوقاية والحماية والعدالة القضائية والشراكة والحوكمة والمواكبة جميعها لأفضل الممارسات العالمية جاء ذلك لدى لقاء معالي بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من كبار المسؤولين سعادة السيدة تيرزامي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة رئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بمناسبة زيارتها والوفد المرافق إلى المملكة حيث نقل معاليه لسعادتها تحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وخلال اللقاء هنأ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيدة ترزامي بمناسبة تأسيس المفوضية التي تجسد اهتماماتها في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص والذي تدعم مملكة البحرين من خلاله كافة أوجه التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في القضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود من جانبها اعربت سعاده السيده ترزامي عن شكرها وتقديرها لمملكه البحرين على ما تليه من اهتمام بمجال حمايه حقوق الانسان ومكافحه الاتجار بالاشخاص حتى باتت دوله رائده ونموذجا يحتذى في المنطقه متمنيه للمملكه دوام التقدم والازدهار